هنا شمال شرقي سوريا، حيث أذرع ما تسمى الإدارة الذاتية المسيطرة هناك تفصلها عن هموم الناس ومشاكلهم مسافة كبيرة وتغض طرفها عن أي أزمة تعصف بهم. رغم كل الأزمات، افتتحت ما تسمى الإدارة الذاتية الوجه السياسي لتنظيم بيد الإرهابي في الحسكة حديقة أسمتها الرابع من نيسان، وتغنت بأنها أكبر حديقة في المنطقة، حيث تبلغ مساحتها 45 دنما بكلفة نحو 900,000 دولار أمريكي. هذا الرقم الفلكي بالنسبة لأهالي المنطقة يرون فيه خلاصا لكم كبير من الأزمات، لا لحديقة لا تعني لهم شيئا، حيث تعاني المنطقة من انعدام الخدمات منذ سنوات وخاصة المياه. حديقة احنا ما بدنا حديقة، امنونا مي، امنونا خبز، هاي اللي بدنا اياها، ما بدنا حديقة. حديقة ايش بدها تعمل لي انا؟ انا اليوم طالما اني جوعان وما عندي خبز، انا اليوم كومين 10 ايام صار لي تائج الخبز وربطتين. اسالك بالله هذا منطق؟ اسالتين حديقة ايش بدها تنفعني انا؟ مي ما هي مأمنة، هاي براميل مكومة، هاي خزانات مكومة هون وما عم تتعبى نهائيا. الأهالي وجهوا أصابع الاتهام نحو تلك الإدارة والأحزاب الانفصالية التي تقف خلفها بتهميش المنطقة وتذرعها منذ سنوات بفشل محاولات كثيرة لاستجرار المياه إليها، متسائلين كيف ينجح مشروع حديقة بتكلفة خيالية وتفشل مشاريع جر المياه. واقع المنطقة الخدمي سيء جدا، البنية التحتية معدومة، والسكان يعتمدون على مصادر مياه عديدة من أرياف الحسكة أو جلب المياه بالصهاريج أو السيارات الخاصة. أمن لي الخبز، أمن لي المي، ما بدي حديقة، شيل الحديقة، المصاري اللي حطيتها على الحديقة أمن اللي بيها قوت هالعباد كلياتها. مع قدوم فصل الصيف يزداد طلب السكان على الماء، ما دفع الأهالي لمطالبة ميليشيات قسد والإدارة الذاتية بتحسين واقع المدينة المائي، لا بناء حدائق تحاول من خلالها إظهار وجه حضاري لها وتخفي خلفه وجهها الحقيقي الميليشياوي.